تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بشير التبعي بيوجه رساله قويه وناريه لمرتضى منصور والقائمين على نادي الزمالك، مرتضى منصور برضه وعياله، بيقول لهم يعني المفروض نادي الزمالك ينسحب من البطوله العربيه، لان لو رحنا هناك هنشيل الطين، لو رحنا هناك هنتفضح، لو رحنا هناك هيبقى منظرنا وحش بعد المباراه وبعد ما نادي الزمالك اتعرى من النادي الاهلي واتغلب بأربعة لهدف مع الرأفة، والمفروض النتيجة الحقيقية هي 5-0، 5-0، ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش لحسين الشحات، وضربة الجزاء الأونطة اللي اتحسبت لزيزو، وكان في قبلها فاول لعبد المنعم من الدفعة بتاعت الأفندي الجزيري لما شده، والحكم المفروض يرجع لأصل اللعبة ما رجعش. ولكن لازم يبقى في احتواء ما دام نادي الزمالك مغلوب بثلاثة ولا أربعة، عشان ما يطلعوش يصيحوا في القناة ويطلعوا يقولوا كلام ملهوش أي 900 لازمة. الراجل عصر على قلبه ليمونة وقال لك النادي الأهلي ده نادي واخد أفريقيا ومش عارف إيه وإيه وإيه، وإحنا المفروض لما نيجي نلعب أمام النادي الأهلي ما نفتحش، ولما بيجي فينا هدف ما بنعرفش نعوض بعكس النادي الأهلي. وقال كمان إن النادي الأهلي متوفر له لبن العصفور، النادي الأهلي يعني ما بيمرش بضائقة مالية، ده النادي الأهلي ده يعني مدلل من الإدارة، النادي الأهلي بياخد كل حاجة. طبعا هو هيتجنن من المباراة وهيتجنن من الأحداث اللي حصلت، واتكلم كمان وقال إن احنا ممكن كنا شلنا كتير في المباراة دي، يعني أربعة أصلا، يعني يحمد ربنا إن هو شال أربعة بس. هو كان بيقول إن احنا داخلين المباراة عشان نبوظ فرحة النادي الأهلي بالتعادل، يعني هو كل طموحاته وكل عشمه إن هو يتعادل، على الرغم إن بعد مباراة 6-1 مع المقاولين نصبوا الأفراح ونصبوا الزينات وفضلوا يقولوا أدي ابن أدي نادي الزمالك مدرسة الفن، وما قاسوش إن المنافسة أو الخسارة أو الفوز جه على حساب فريق مش فريق قوي ولا فريق من المقدمة ولا فريق يعني له باع في الدوري المصري. ولكن يعني زي ما بيقولوا لو نادي الزمالك فاز على كفر ابو عجوة ولا كفر ابو اتاتا، تبص تلاقي ايه مرتضى منصور يطلع له هم دول شايفين الصفقات اللي انا جايبها من وش القفص، شايفين الصفقات اللي جايبها امير، ويفضل بقى ايه يعني يعمل الحبتين اللي حضراتكم عارفينهم. وقال الحمد لله ان احنا يعني النتيجه كانت تطلع اكتر من كده، فعماره راح رزعها له في الثمانيات وقال له يعني تخلص 6-1، راح مسك وشه كده وايه يعني ان هو خلاص ايه هيقوم يضربه وكده اهو، يا عم ده الستة مع الرافه كمان، يعني كلام كتير اتقال، الفيديو مش كبير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بشير التبعي وهو في حاله لا يرثى لها وفي وضع لا يحسد عليه، وكان بيقول يا ارض انشق وبلعيني، انا ايه اللي طلعني بعد المباراه؟ ايه اللي خلاني اتكلم؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بيشير التابع قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف بيشير قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. يعني عدم وجود بديل ماشي ريسك في مباراه زي كده، والراجل اصلا كان بيلعب النهارده ومش عارف هو عايز ايه، عشان كده ما يعني ما ظبطش اموره في حاجه. ماتش الاهلي والزمالك ما ينفعش في اول 3 دقايق ولا 4 دقايق يجي فيه جول، انا لازم العب النهارده، عايز اتعادل، عايز ابوظ فرحه النادي الاهلي. ده تفكير اكيد جمهور الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، لان الزمالك حتى لو كسب الماتش يعني مش هياخد دوري ولا حاجه، بس هو عايز يبقى كسب ماتش الاهلي والزمالك. طبيعي ما ينفعش في اول 4 دقايق انا نازل عشان اقفل الفرقه دي يجي فيها جول، واحنا قلنا لا ماتش الاهلي والزمالك لو لازم يجي فيه جول بدري بيفتح على طول، حتى واحنا كنا بنلعب كده مع النادي الاهلي بالذات، عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي لو فيه مدري لا بيقدر يلم اللعيبه في الملعب وحاجات زي كده، و مش الزمالك كده هيفضل على مستوى ده وهو داخل بطوله عربيه، هو داخل بطوله عربيه. انا قلت الزمالك مش بطوله عربيه ينسحب، ما ينفعش هيبقى 18 من مصر، ما ينفعش. اه دي حقيقه، لا قول 7 8 سنين يرجع 7 8 ليك مش بطوله. الا اذا يا استاذ شريف الدوله دخلت دعمت الفرقه دي، هل الدوله دخلت؟ الدوله بتتدخل بدعم فريق واضح. لا لا هو النادي بتاع مين؟ بتاع حد؟ تدوي زي ما كانوا مش عارفين في عنده موارد عنده موارد ولا لازم اطبل لازم اطبل لهم. انا بتكلم على الجمهور، الجمهور مش ما بيحسش يعني ان انت مسولها قوي، انا اسف. دي الحقيقه يعني هو نادي الزمالك مثلا كسب ولا ماشي كويس، بس بقول وحش عكس الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه سميها زي ما هسميها، لا يمكن يعترفوا ان هم وحشين ولا في حاجه. معلش يا استاذ شريف، هو بس اكمل الكلام بتاع الكابتن الشيخ، هو النهارده نادي الزمالك خسر ليه؟
نادي الزمالك خسر النهارده عشان المدرب عمل تشكيله غلط، بدا بتشكيل غلط. المفروض النهارده عنده لعيب زي احمد فتوح، ده لعيب باك ليفت منتخب مصر القومي. طبعا النهارده انا بجيبه النهارده كابتن عمر ملخص كان عنده يعمله وما عملش. معلش الكلام ده مش مظبوط يا كابتن عمر. بص اقرب حد للعيبه دي والفرقه هو المدرب الكوتش اللي عايش معاهم، عارف تاني كان يتقول بيلعب فين وهيأدي فين وهيديش فين. انت حضرتك تبقى ليك وجهه نظر ثانيه مفيش مشكله، لكن الراجل اللي عايش معاهم المدرب اللي مش عايز يخسر وخايف على اسمه هو شايف ان ده الانسب وده الاصلح. طب فتوح الماتشات هو اللي عايش معاهم لما غير الشوط الثاني يا استاذ شريف وعدل في التشكيله الفرقه اتظبطت سريعا الى حد فرح الدوري خدوه بطوله لوحديها فرح الدوري لوحديها، فكان لازم يكمل الفرحه دي بمكسب كبير على فريق زي نادي الزمالك. مكسب كبير بعيد عايزين لا لا لحظه بس لحظه يا شريف 20 ثانيه. مكسب كبير من امتى اصلا ماتشات الاهلي والزمالك بتحسب مكسب كبير او معروف قبل الماتش ان في مكسب كبير عمر؟ استحاله طبعا. طب سؤال، ماتشات الاهلي خرج الظروف يعني الموضوع. انا بتكلم يا استاذ شريف على معطيات، يعني احنا السنوات الاخيره ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب، يعني النادي الاهلي كسب كل ماتشات الزمالك 3 و4 و5 6 و5 اه ما لا بس الخمسة عادي المشكله ماشي. انا برضو عايز إيه على كلامك ده ممكن كلام كره ممكن انا بتكلم كره والله كلمه دي عشان اموت اموت والله والنبي خد السؤال ماشي خد تتكلم كره طبعا عن المشاكل كره. ايه الغلطات اللي حصلت في الملعب من الزمالك؟ مفيش حاجه غلطت ما حصلت، كل حاجه حصلت كل حاجه حصلت غلط. الغلط حتى الغلط ده لو هم عايزين يعملوه مش هيعملوه كده. ليه الشوط الثاني أيوة الزمالك كان احسن بكتير من الشوط لا مش احسن هو ده الاستريح يعني الضغط اللي كان عايز جاب العمل اللي هو عايزه فارق بجونين او ثلاثه فخلاص واقف يعني خلاص. هو خلاص واقف خلاص يعني استاذ شريف حضرتك بتقول كلام ايه الاخطاء اللي حصلت النهارده عشان هو عنده كلمه عايز يقولها عشان بس نبقى عشان لا ناخد النادي الاهلي كده نوديه في دوري تاني في كوكب تاني عشان يبقى شرف خلاص خلاص هو عايز يقول النادي الاهلي يا استاذ شريف لا خلاص عايز يقول النادي الاهلي يلعب في العالميه بالظبط كده بسبب الحاجات اللي بتتعمل للنادي الاهلي والله هو طيب ايه الغلطات اللي انت شايف انها حصلت كوره في الملعب النهارده للزمالك كوره عدم يعني عدم وجود بديل ماشي ريسك في مباراه زي كده والراجل اصلا كان بيلعب النهارده ومش عارف هو عايز ايه عشان كده ما يعني ما ظبطش اموره في حاجه ماتش الاهلي والزمالك ما ينفعش في اول ثلاث دقائق ولا اربع دقائق يجي فيه هجوم يعني انا نازل العب النهارده عايز اتعادل عايز ابوظ فرحه النادي الاهلي ده تفكير اكيد جمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك طبيعي لان الزمالك عمل المستحيل اللي هيعمل ايه فرقه ناس لعيبه صغيره محطمه نفسيا و ليه محطمه يا بشير ما تقول لي ما تقول لي استاذ شريف ما حدش هيقف عايز اقول ايه هو في مرة في مصر يا عم ايوه اقول له ما حدش هيقف في مرة في مصر اصلا ما عشان النادي الاهلي يعني طب اقول لك حاجه هو برضه بيصغر اقول لك حاجه انا عايزك انت هتتكلم على الاهلي وتتكلم على الزمالك كمان طبعا طيب خلاص ماشي اهو طب اقول لك ايه طيب انت بتتكلم على الزمالك طيب ارد على الكلام بص نادي الزمالك او النادي هتكلم على النادي الاهلي يا سيدي النادي الاهلي بكل الامكانيات واللعيبه اللي فيه والحاجات اللي بتعمله دي لو ما خدش الاهلي يتعدل والله العظيم بص عمرنا ما سمعنا عن مشكله ماديه في النادي الاهلي مشكله في الاتحاد مع النادي الاهلي مشكله حكم مع النادي الاهلي مشكله اداري مع النادي الاهلي نادي الزمالك ده مسرح مصر الحاجات دي لو حد كح يلحق لا طبعا ده هو الله في شكاوى ما فيش شكاوى في وجهه نظر في شكوى زملكاويه من الحكم النهارده ولا مفيش؟ هو الحكم ايه؟ انا بس انا عن نفسي لا انا عاده التراث لما بقعد مع دول وبقعد مع دول لا لو جبت حاجه من عنده مشكله جبت حاجه النهارده وقلت له كاسب الزمالك ماتش ازاي مش عارف كاسب الزمالك حتى ما فيش اللعيبه ما عندهاش يعني اثنين ثلاثه بيحاولوا ما عندهمش يعني لان ماتش زي ده عايز 11 لعيب بس انت كده يعني معلش مع احترامي شديد انت كده بتخلي مسؤوليه اللعيبه خالص ليه كل مسؤوليه مشاركه بس هم برضه معذورين بص كل واحد انت بتقول ان كل اللعيبه معذورين اللعيبه دي كل واحد بيدافع عن اسم النادي بتاعه واسمه كمان التاريخ لما هيقول مش هيقول هيقول نادي الزمالك بيقول اللعيب اللي كان بيلعب في الماتش ده مين تمام فهو يعني المسؤوليه المشتركه مش مفيش حد ينفع يكسب جنيه من القصه دي كله مشيل بالمجلس الاداره باي بالعامل بتاعه كليبس حتى بس وانا قلت الكلام ده عند برضه عند مهيب عمر هتظلم نعمل ليه؟ لا ما هي المنظومه كلها انا بقول لك حتى بتكلم على كل حاجه وانا قلت نادي الزمالك داخل في نفق مظلم يخص بتاع 7 سنين 8 سنين الكلام ده والله عند مهيب من حوالي بتاع 3 شهور 4 شهور ايوه ما كانش 7 8 سنين ياخد بطوله الدوري او ليه يا عمر بعد السنتين اللي فاتوا السنتين اللي فاتوا كانوا ايه؟ برضه صعب لا مش صعب ما هو النادي الاهلي بيحصل له دروب بس كل فتره لا النادي الاهلي ما حصلوش دروبات يا عمار حصل له دروب ازاي؟ حصل له دروب بس مش ما خدش دوري السنه اللي فاتت بص الشريف بص الشريف النادي الاهلي اللي بيتعمل معايا ده لو ما خدش بطوله بقول اللعيبه تتعدم ما ينفعش تشيل الاهلي اصلا واحد يعني بقى يعني ده ناقص اللعيبه دي يجيبوا لها طيارات ده كان ماتش سهل بقى يعني هو بيصور صوري ان النهارده الزمالك كان ما ياخدش الاهلاويه راسمين كسبانين بيتصور الكابتن بشير بيتصور ان المباراه سهله بالنسبه ان النادي الاهلي هو كان احسن طب ما هو مش النادي الاهلي كان احسن انا احط كلامك على كلام شريف ده آه. انتوا كنتوا نازلين النهارده متاكدين ان هتكسبوا مش حاملين الزمالك والله ابدا والله ابدا انا بقول لك كده انا والله بعيد عن الملعب مش حاملين الزمالك انا بعيد عن الملعب بقالي فتره مبطل كوره عندي احساس ان المباراه سهله جدا بدليل ان انا لو حضرتك يعني انا اعز اصدقائي النهارده
بيسالوني احنا خايفين. قلت لهم المباراه تخلص ثلاثه على الاقل ثلاثه. ليه قلت كده يا عمر؟ عندي ثقه غريبه يعني لعيبه الزمالك، انا بشوف ان هم على طول الوقت مقصرين في حق نادي الزمالك بقدم المسؤوليه الحقيقه. انا بشوف النهارده انا بنادي بقالي فتره دليل النادي الاهلي خرج بنتيجه اللقاء 4-1 نتيجه كبيره مش نتيجه صغيره في مباراه الاهلي وزمالك. لا يا عمر انا بخدمك النهارده في اخطاء فنيه موجوده. طبعا بتكلم كده يا عمر ازاي يعني الماتش ده يخلص؟ اتفضل يا كابتن. الماتش يخلص اكتر من كده؟ يخلص اخلى من اكتر من كده. لان نادي الزمالك يعني اللي مر بيه الفتره اللي فاتت يخلص كام يا كابتن؟ ستراد لي يعني والله ايه النادي ده مدي كان انا مش عايز يعني انا عايز الاول يخلص اكتر من سنه. رايه وصل بص انا طبعا عايز ابارك النادي الاهلي ومجلس اداره وجمهوره مجلس اداره وفر كل حاجه يعني خلق لعب المعصور نفسه وفر امكانيات ماديه وبشريه واداريه مفيش حاجه طبعا مفيش حاجه الا ما اتعملت. فطبيعي ان النادي الاهلي يكسب النهارده طبيعي جدا يعني نادي الزمالك لعيبه ما عندهاش فلوس مفيش اداره مدرب موجود او مش موجود لعيبه بتمشي في نص الموسم لعيبه النادي محتاجها بيمشيها لعيبه النادي المفروض يجيبها من بره بيسيبها فعشان كده قلت النتيجه لازم تبقى بس على مدير فني جديد المدير الفني جديد في الكاس خلق تلعب 6-1 مع المقاولين صح اتظلم مش مهم مش اصل طبعا عشان قالوا الزمالك مالهاش فلوس ليه؟ المهم يعني نادي الزمالك يكسب النادي المقاولين 6-1 مش معنى كده نادي الزمالك كويس ونادي الزمالك لا واقف لا لا خالص مش مش عشان انا زي حاجه انه ده مؤشر يعني ان الزمالك صحي صحيح الموسم ما كانش صفه بس النادي يعني انا مش عايز اتكلم كلام يتحاسب عليا لا اتكلم يتحاسب عليا اللي جاي النهارده عشان تتكلم فيه والله انا جاي بالك نادي النهارده انت جاي مع انت خلي بالك انت احنا مع الاستاذ شريف عامر يعني شريف عامر يعني طبعا الناس كلها بتتفرج عليه وبتسمع رايه فبالتالي احنا النهارده انت محتاج ان انت تقول رايك بكل شفافيه في بالظبط في اللقاء في النادي الزمالك يعني انت عندك احق فكان يبقى افضل كده ولا لا بص يعني لو جينا ركزنا في الماتش اول مش مثلا الاهلي كده والزمالك كده هي راحه كده بس اللعيبه اللي بتلعب كان الزمالك النهارده لعيبه كتير قوي صغيره مش واخده على الماتشات دي والماتشات دي عايزه لعيبه كبيره عندها خبره مش مؤهله لمواجهه كبيره بالظبط في الظروف اللي النادي فيه وده وضع مجبر عليه النادي تمام يا عمارة النادي الاهلي كسب بيتكلم على 6 و6 والنادي الاهلي خد بطوله افريقيا خسر 5 ايه المشكله؟ لا ما عادي خد البطوله يعني ايه؟ خد البطوله يعني نادي الزمالك كان في مستواه النهارده لا مش متوقع تقول لي ابشير النادي الزمالك كان في هو اوحش مستوى ممكن لا خالص لا في اوحش من كده كمان يعني اقول لك حاجه يعني احنا كنا النهارده قاعدين بنتغدى في مكان انا واصحابي الزمالكاوي الاغوياء بنتكلم هنعمل ايه قلت لهم اتمنى النادي الزمالك يعني يطلع متعدل حتى يبقى يعني ايه هنقول بوظ صالح الاهلي شويه لا مش هبوظ ايوه لا يعني بقول لا النادي الاهلي لازم يكسب النهارده النادي الاهلي لازم يكسب النهارده عشان البطل بيكسب اي حد اي حد مهما كان وبيختم بكده وماتشات الاهلي والزمالك بطوله وحيده يعني انت ما كانش عندك امل في الماتش ده اصلا انا والله برضو يعني لا الفتره اللي فاتت لا مفيش امل طبعا بس الحمد لله برضو ان الماتش طلع كده الحمد لله بقت على كده طبعا اصل النادي الزمالك من نوايا الفرق ماتشات النادي الاهلي بالذات لما بيجي فيه جول يا عماره ما بيعوضش او لما بيعوض بيعوض بصعوبه عكس النادي الاهلي قلنا لو ربع ساعه او ثلث ساعه او نص ساعه ناس كرويين عدى قلنا لا انا احنا انت دلوقتي الجول الاولاني جاي في الدقيقه كام؟ الدقيقه الثانيه ايه علاقه ضمن الموضوع؟ ما انا بكلمك اهو ايوه انا بقول لك اتمنى ان اول نص ساعه تعدي انا بس عايز اقول له ان ان توقيت الاحداث مهم جدا النهارده لما يجي جول في الدقيقه الثانيه وجول في الدقيقه 36 في الشوط الاول وبعديها ب 200 بيتمنى النص على الاول انا بقول احنا كنا كزمالكاويه ايوه بنجد مع بعض في مكان النهارده بنتكلم بقول يعني انت متوقع النتيجه دي؟ لو نادي الزمالك عدى نص ساعه الاولانيين كان يفرق معاك في الاول ما كانش النتيجه كده خالص انت عارف ان انا قايل نتيجه المباراه قبل ما تبدا 4-1 3-3 كابتن عمر احنا قبل بقول لك انت راجل خبره كبيره ولعيب كتير وبرضه طبعا بيشو هيتجنن بيشو من الزملكاويه المتعصبين مش المتعصبين وبس لا التريسه عارف لما يبقى الواحد بيترس في الكلام يا عم ما تتفاهم لا ما تفهمش كان الاعلام الزملكاوي مدين خلفيه على لاعبي نادي الزمالك ان هم بقى التوب والسوبر واللي هيدخلوا يغلبوا النادي الاهلي اللاعب القمه ده عايز فن انت ممكن تلعب كل الدوري بطريقه لكن في مباراه القمه تلعب بطريق تاني وبسيستم تاني وباسلوب تاني وبتاهيل نفسي تاني لكن مرتضى منصور طالع ضغط العيال وكل شويه والتاني عامل مشكله مع عبد الغني عشان ركنه العربيه وعامل مشكله مع فتوح وعبد الله جمعه علشان الحشيش والنسوان ومش عارف ايه وطفش كهربا وطفش الواد التاني اسمه ايه ده ساسي وبن شرقي ومش عارف مين وطفش امام عاشور يعني نادي الزمالك على صفيح ساخن نفسيا انا داخل امتحان هحل واجاوب ازاي كويس وانا اهلي ما سببين لي ضغط نفسي وفي مشاكل كل دقيقه والتانية مستحيل اعرف احل مستحيل يعني هبقى مركز وفي كامل تركيزي ان انا اطلع بنتيجه ايجابيه لهذا العمل اللي انا بعمله فشل طبيعي ان نادي الزمالك يخسر بالاربعه والله العظيم والله العظيم كانت ممكن النتيجه تخلص 5-6 و7 كمان لان نادي الزمالك
كان هيطرد منه اللاعب بتاعه اللي وقع حسين الشحات، كان هيبقى فيه طرد، ضربة جزاء وطرد، ضربة جزاء وطرد. طبعا الحكم ما عملش كده وما رجعش للفار. وفي يعني لعبة أخرى برضو فيها شك لعلي معلول، ما حدش اتكلم فيها. ده حتى في قناة نادي الزمالك، نفس قناة نادي الزمالك، طلع ياسر عبد الرؤوف وأكد إن حسين الشحات له ضربة جزاء وفي طرد للاعب أو مدافع نادي الزمالك. ولكن في النهاية إحنا قفلنا صفحة الفوز بالدوري، وقفلنا صفحة الفوز على الزمالك. إحنا مش زي الزملكاوية نفرح لما نفوز ماتش في الدوري، ولا نجيب أتوبيس مكشوف علشان فوزنا بالدوري ونلف بيه ال7 بلاد. لا، ده احنا خدنا افريقيا وعادي، خدنا الدوري المصري وعادي، خدنا تالت العالم وعادي، خدنا سوبر افريقي وعادي، خدنا الدوري المصري دلوقتي وعادي، كاس السوبر المصري وعادي، كاس مصر وعادي. مش محدثين نعمة للأسف، انتم محدثين نعمة. علشان كده الإعلام ما بيهيئ لكم ان نادي الزمالك قوي علشان فاز على فيوتشر ولا فاز على مش عارف ايه، بتفرحوا بمباراه 3 نقط. امركم غريب والله يا زملكاويه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.